ثم لذلك قالوا المسكين هبنوا كنيسة. ازاي هبنوا كنيسة؟ راقوا الناس شوفوا هنا عقلاء. شوفوا ارتكم ميزاتكم ناس عقلاء. راقوا للمسيحيين كبار المسيحيين. وقتها كان الكنز اكثر من 25 سنة. راحوا للمسيحيين قلوا فتبنوا ايه؟ قالوا هدفني خيمة خيمة الجامعة يعني يقعد فيها في اللغة صور أفراح حاجة كده. لا الزور لا ده الدكين سلاح لا ده المهم وصل الموضوع لينا ودينا بعدنا قلت له حاجة حاجة تريح الله ايه رأيكم؟ نكتب شرط نقول ان دي خيمة زي ما بيقول المسيحيين اي طلعت فريسة زي فيكم في الدول اعملوا اللي انت عايزين تعملوا ان طلعت خيمة تعالوا قولوا نبدا حياتكم وقولوا الف مبروك في الفرح وفي الحب الفرح ده مر عليها اكثر من 25 سنة والخيمة هي الخيمة اللي جاب بتاع الاخ يوسف معروف اي الخيمة هي خيمة وكلامنا طلع صح لان والديكم وعزتكم طلعوا ناس وقراء سألوا وجابوا